الكيس اللي بعديها نركز في الكيس دي كويس جدا. اولا سيناريو الكيسه دي عامل ازاي. ده عيان شال السبلين، عمل عمليه ازاله السبلين في الهوسبيتال، اخذ من قبل ما يمشي من الهوسبيتال اخذ 3 فاكسين، الهيموفلس انفلونزا والمننجو كوكل واخذ النيومو كوكل 23. بيقول لك النكست فاكسينيشن المفروض ياخد ايه. خلينا نفصص واحد واحد وهنعرف دلوقتي هياخد ايه. الاتش انفلونزا لازم 1 دوز من بعد العمليه وخلاص كده، فكده قصه الاتش انفلونزا انتهت. فاحنا مش هنختار الاجابات اللي فيها اتش انفلونزا، فهستبعد سي ودي. يبقى انا دلوقتي ما بين ايه؟ ما بين المننجو كوكل والنيومو كوكل. المفروض ان ده عيان عنده اناتوميكال اسبلينيا، اخد جرعايه واحده من ال 23، هيحتاج واحده من ال 13 بعديها بسنه، وهيحتاج واحده 23 تاني بس تفصلها على الاقل من ال 23 الاولانيه اتليست 5 ييرز. يعني علشان ياخد 23 تاني لازم يستنى على الاقل 5 سنين قبل ما ياخد ال 23 تاني. اما ال 13 هيحتاج ينتظر سنه بس من بعد ال 23 اللي اخدها قبل ما يسيب المستشفى دي. يعني نيوموكوكال دنيته ايه؟ هياخد واحده قبل ما يسيب المستشفى وهو اوريدي اخدها، هياخد واحده 13 بعديها بسنه، بعد كده هيستنى فرق 5 سنين ما بين ال 23 الاولانيه وال 23 الثانيه علشان ياخد ال 23. دي كده قصه النيوموكوكل. احنا برده ستيل ما بين A و B. طيب هياخد المين اكوي بعد 5 سنين ولا بعديها بويكس؟ على حسب. دي اول جرعه اخدها بعد ما ساب المستشفى، هياخد جرعه كمان بتفصل عن الجرعه الاولانيه بشهرين. يعني الاجابه بي لو قال لك افتر 8 ويكس هتبقى هي الصح. تمام، يبقى لو جت افتر 8 ويكس اذا هي الصح، لان احنا بناخد جرعتين 2 مانثس ابارت، يبقى 2 دوزز 2 مانثس ابارت للعيانين اللي شايلين السبلين. او لو جاب لك في الكيسه برضو ان هو عنده كومبلمنت ديفيشنسي، اللي هي بريزيستنت كومبلمنت ديفيشنسي، عنده سبيسيفيك انزيم ناقص، دي برضو نفس القصه، هياخد 2 دوزز من المين اكوي 2 مانثس ابارت. يبقى الاجابه بي لو جت 8 ويكس هنختارها، لو جت 4 ويكس مش هتختارها لانك لازم تفصل ما بينهم ب 2 مانثس ابارت، وهنضطر ان احنا نختار الاجابه A لان دي هنعتبرها ان هي ريفاكسينيشن على اساس ان هو بديهيا هياخد جرعتين 2 مانثس ابارت، بعد كده هيبتدي يعمل ريفاكسينيشن بالمين اكوي كل 5 سنين. يبقى الاجابه بي هتكون صح لو كان عدد الويكس اللي هو جايبها 8 ويكس، انما لو كان جايبها 4 ويكس هنختار الاجابه A وهنعتبرها ريفاكسينيشن بالمين اكوي، لان العيان ده من الثلاثه اللي بيحتاجوا ريفاكسينيشن بالمين اكوي. الثلاثه هم مين؟ العيان اللي عنده اسبلينيا، العيان الثاني اللي عنده بريزيستنت كومبلمنت ديفيشنسي، وكذلك المايكروبيولوجيست. الثلاثه دول بيحتاجوا ريفاكسينيشن بالمين اكوي كل 5 سنين. يبقى الاجابه بي لو 8 ويكس هتختاروها. خلي بالك الكيس اللي بعديها نيوموكوكل فاكسين شوت بي جيفن از ا بريوريتي تو هوم؟ طبعا للعيان اللي عنده سيكل سيل انيميا، لان دي تعتبر من الاناتوميكال والفانكشنال اسبلينيا سواء في الادلتس او في التشيلدرن، فالسيكل سيل ديزيز مصنف من الاناتوميكال فانكشنال اسبلينيا، فهو ده العيان اللي هيحتاج ان هو ياخد النيوموكوكل فاكسين وليه البريوريتي عندي. الكيس اللي بعديها which one of the following vaccines need to be separated for weeks if not taken at the same visit؟ هتختار اتنين يكونوا live attenuated vaccine لازم تحفظهم كلهم اهم، ال MMR والريسيلا والزوستر والأورال بوليو والروتا فيروس. الروتا فيروس مش محتاج separation. اليالو فيفر، الأورال تايفويد، والإنترانيزل إنفلونزا. يبقى هختار هنا ايه؟ ال MMR مع الفاريسيلا. اللايف فاكسينز بتفرق عن اللايف فاكسينز بشهر واحد، انما اللايف فاكسين بيفرق عن الاميونوجلوبيولين باسبوعين فقط. دي برضو ممكن يتسأل عنها. الكيس اللي بعديها which one of the following is most necessary to take the influenza vaccine؟ البريجننت وومن هي اكتر واحدة بتحتاج ان هي تاخد الانفلونزا فاكسين، وكذلك التيداب. اخر كيس بيقولك RF is a pregnant woman with HPV positive، يعني هي معروفة ان هي positive خلاص، يبقى هتاخد الاثنين، هتاخد الفاكسين والاي جي. انما لو ما كانتش معروفة او لو كانت suspected بس لكن مش مؤكد ان هي عندها HPV positive، ساعتها هتديلها الفاكسين وتعمل التستنج بعد كده على المزر وتشوف هل هي positive ولا لا، ومحتاج الاي جي ولا لا. لو كان الانفنت وزنه اقل من 2 كيلو جرام والام كانت نيجاتيف، المفروض ان هو ياخد الفاكسين. انا هستنى الاول ان وزنه يزيد شويه، فهم قايلين ايه؟ قايلين في الجايد لاينز ان هتستنى شهر قبل ما تدي الفاكسين، او هتستنى ان هو يطلع من المستشفى
عشان تديله الفاكسين ايهما اقرب. يعني لو طلع من المستشفى مثلا بعد 15 يوم من ولادته هتديله، انما لو طلع مثلا من المستشفى بعديها بشهرين خلاص هتلاقي ان الاقرب ان انت تديه بعد شهر من ولادته، يبقى ايهما اقرب هتنفذه. حتى لو الام نيجاتيف بس هو وزنه اقل من 2 كيلو جرام، ساعتها هيحتاج ان هو ياخد الفاكسين قبل ما يحصل له هوسبيتال ديسشارج او بعديها بشهر، ايهما اقرب. كده خلصنا الاكزام هاكس بتاعه شابتر الايمونايزيشن. بالتوفيق يا دكاتره.